هم ابدا معك فهد، تفضل. التجهيزات بكره شو انتم مقدمين بكره من عمل للجماهير؟ اول شيء طال عمرك احنا يمكن قبل ساعات محدده اعلنا عن تجهيزات للديربي ان شاء الله بكره باذن الله. في الواجهه راح تكون عمل لاتيني كامل من انترو، اللي طبعا الانترو احنا ما عملناه في بعض المباريات بشكل مبسط، لكن الحمد لله بعد عوده الأستاذ الملك فهد اللي هو يعطينا مجال ان نعمل الانترو بشكل الصحيح كما يعمل في الفرق الاوروبيه دورتموند والفرق نعم. الاخرى ايضا عندنا طال عمرك شخصيه حتطلع في بدايه بعد دخول اللاعبين حترتفع الى الاعلى، نفس الشخصيه حيكون الجمهور بنفس الشخصيه اللي حتطلع رافعين الشال. بالنسبه لخلف المرمى راح يكون فيه تيفو فيكتوري في الخلف، بالنسبة لخلف المرمى هذا للجمهور اللي خلف المرمى. أيضا حيكون فيه مفاجأة للعوائل أول مرة تعمل بالنسبة في المملكة، وخصينا بها جمهور العوائل إن شاء الله بكرة هي اللي راح تعملهم لأول مرة. طبعا ما أعلننا عنها لكن بكرة إن شاء الله يشوفونها بإذن عشان تصير مفاجأة. مفاجأة طبعا. غير كذا حيكون عندنا حاجات إن شاء الله في الواجهة غريبة وحاجات انها تعمل اول مرة تعمل في الرياض، عملتها في الغربية لكن ان شاء الله انها تاخذ صداها باذن الله بكرة ونجاحها مع جمهور الشمس اللي هم ما قصروا يعني دائما يساعدونا احنا كمجلس جمهور في اظهار الجمال لهذا المدرج.